وهذه ليلة الحادي عشر وهي ليلة الختام في مجلسنا في هذه الليالي، في زيارة الناحية المقدسة، هناك عبارتان ونحن نسلم على سيد الشهداء: السلام على المنحور في الورى، السلام على المقطوع الوتين. المنحور من النحر، يمكن أن نقول في اللغة أن المنحور هو المذبوح، وهذا المعنى وارد في كتب اللغة، لكن إذا أردنا أن نتصور المعنى بشكل دقيق، عملية النحر هي عملية الطعن لأجل القتل في هذه النقرة. هذه النقرة الموجودة نهاية الرقبة، الطعن في هذه المنطقة هو هذا الذي يقال له النحر. ولذلك نحن عندنا في الأحكام الشرعية كيف يذكى البعير. البعير لا يذبح في الأحكام الشرعية، البعير ليس مثل الشاة، الشاة تذبح، أما البعير ينحر، يطعن بالرمح أو بأية آلة حادة. أين يطعن؟ يطعن في هذه المنطقة، في المنطقة الفاصلة بين نهاية الرقبة وبداية الصدر. هذه طريقة تذكية البعير. كيف نذكي البعير بطريقة شرعية؟ ينحر، يطعن، فيقال نحر البعير ويقال ذبح الشاة. الشاة تذبح والبعير ينحر. نحن نسلم على سيد الشهداء في هذه الزيارة: السلام على المنحور في الورى، يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذبح بطريقة النحر. السلام على المقطوع الوتين. الوتين، الوتين هو الودج الكبير، ربما هو الشريان الأبهر، ما يصطلح الآن عليه بالشريان الأبهر، الأوداج التي إذا ما قطعت تسفح دما غزيرا. الأوداج الأربعة التي يشترط قطعها في ذبح الذبيحة هي هذا الوتين. يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تعرض إلى نوعين من الذبح كما تقول هذه الزيارة. السلام على المنحور في الورى، الإمام نحر. السلام على المقطوع الوتين، والإمام قطع وتينه، قطعت أوداجه. أنا في هذه الليلة لا أريد أن أقرأ تعزية، أنا أريد أن أرفع شكوى. الآن في عالمنا هذا ألا توجد منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان؟ توجد في هذا العالم الآن منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات كثيرة موجودة. الذين يظلمون في هذا العالم يسجنون ظلما، يعانون من جرائم التمييز العنصري، يعذبون في السجون، سجناء الرأي، قل ما شئت من الجرائم الكثيرة الموجودة في هذا العالم. أليس هناك منظمات الآن تدافع
عن هؤلاء الذين يتعرضون للظلم، وترفع لهذه المنظمات التقارير وترفع لها الشكاوى. أنا في هذه الليلة كما قلت أريد أن أرفع تقرير، لكن إلى أي جهة؟ أنا أريد أن أرفع تقرير إلى منظمة عالمية أيضا. لو سألتني عن عنوان هذه المنظمة ما هو؟ أنا أقول لك اذهب إلى مفاتيح الجنان، الفصول الأخيرة من مفاتيح الجنان، اذهب إلى كتاب مفاتيح الجنان، الفصول الأخيرة من كتاب مفاتيح الجنان، اذهب إلى دعاء الندبة، هناك منظمة مذكورة في هذا الدعاء، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ هناك منظمة مثل ما هناك الآن منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، هناك منظمة عالمية تدافع عن ذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ وهناك قسم متخصص في هذه المنظمة، الفقرة الثانية بعد هذه الفقرة في دعاء الندبة، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إذن أمامي منظمة عالمية، منظمة الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، وفيها قسم خاص، أنا أرفع إلى هذا القسم هذه الشكوى، هذه العريضة، أرفع تقريري إلى هذه المنظمة، إلى هذا القسم، الطالب بدم المقتول بكربلاء. ماذا أضمن تقريري؟ أضمن تقريري ما جرى في الساعة الأخيرة على سيد الشهداء. أنا أنقل صور جرت على أبي عبد الله في الساعة الأخيرة من حياته. ما الذي جرى على الحسين في اللحظات الأخيرة؟ أنقل صور أضمنها هذا التقرير الذي سأرفعه إلى منظمة الطالب بدم المقتول بكربلاء. سيد الشهداء بعد الوداع الثاني للعائلة، وقد بدأ التعب والإعياء على أبي عبد الله. بعد الوداع الثاني أنا سألتقط صورا في هذا التقرير، سأضمن هذا التقرير صور. الصورة الأولى: مجرم اسمه أبو الحتوف. ماذا فعل أبو الحتوف؟ له جريمتان. الجريمة الأولى سهم محدد مسموم يوجهه إلى جبهة إمامكم، وقع السهم في جبهة الإمام فاستله وأخرجه بيده، ففاض الدم على وجهه ولحيته. الجريمة الثانية: بعد السهم صكه بحجر على نفس الموضع. أنتم تسمعون في المقاتل أن الإمام ضرب بحجر، قبل الحجر هناك سهم، وهذا مثبت في كتب المقاتل وكتب التأريخ. والاثنان من أبي الحتوف: سهم موجه إلى جبهة الإمام ويستل السهم، وبعد السهم يأتي الحجر. والإمام الحسين جراحاته في بعض الروايات، روايات عن أئمتنا، عن باقر العترة، عن صادق العترة، بلغت 2000 جراحة في بدن الحسين،
قد تقول الفاج جراحة، المساحة للبدن البشري لا تسع هذه الجراحات. نعم صحيح، ولكن جراحات الحسين كانت جراحة في بطن جراحة، نفس الموطن والموضع الذي تدخل فيه الرماح تضرب عليه السيوف، ونفس هذا الموطن تضربه السهام والنبال، ونفس هذا الموطن يضرب بالحجارة، ونفس هذه المواطن تداس بحوافر الخيل. جراحات الحسين كانت جراحات بجنب جراحات، وجراحات في بطن جراحات، وجراحات على جراحات. ولذلك تلاحظون سهم من أبي الحتوف وبعده حجر، ولكن بقي الحسين واقفا في الميدان. الحسين متى وقع على الأرض؟ تدرون متى وقع على الأرض؟ بعد سهم أبي الحتوف وبعد الحجر، حرملة وجه سهما مثلثا إلى قلب سيد الشهداء، وكتب المقاتل تبين لنا أن الإمام أخرجه من ظهره، لأن السهم اخترق القفص الصدري وأخرج معه ثلثا من قلبه، من قلب الحسين، فأخرجه من خلف ظهره وانبعث الدم كالميزاب، ومع ذلك بقي الحسين واقف. متى وقع الحسين؟ حينما جاءه ذلك المجرم صالح ابن وهب فطعنه بالرمح في خاصرته، أدخل الرمح في خاصرة الإمام. هنا وقع الإمام على الأرض على خده الأيمن كما تذكر كتب المقاتل، أدخل الرمح في خاصرته واستله، مثل ما أدخله بقوة أخرج الرمح بقوة أيضا من خاصرة سيد الشهداء. وهو على هذا الحال مالك بن النسر يأتي فيضرب الإمام بسيفه على رأسه الشريف، فتمتلئ القلنسوة دما فيلقيها عن رأسه الشريف. وهو على هذا الحال يأتي زرع ابن شريك فيضربه على يده اليسرى فيقطع كفه الأيسر. بدأوا يقتربون من شيئا فشيئا، وضربة على عاتقه، وهذه آلمته كثيرا، هذه ألقته إلى الأرض فما استطاع أن يقوم. ضربة على العاتق، العاتق يعني هذه المنطقة بين نهاية الكتف ونهاية الرقبة، والسهام في درع الإمام كما تقول الروايات كشوك القنفذ، مثل شوك القنفذ. أرأيت حيوان القنفذ؟ السهام في بدن الإمام في درع الإمام كشوك القنفذ، هكذا يصف المؤرخون درع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن أشد الضربات التي وجهت لسيد الشهداء متى؟ حينما دنا منه سنان ابن أنس. سنان ابن أنس ماذا فعل بالإمام؟ سنان ابن أنس أول طعن، طعن الإمام أين؟ طعن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طعنه في الترقوة، يعني في هذه المنطقة الترقوة، وهذا العظم الموجود في أعلى الصدر، طعنه في هذه المنطقة. أنتم احسبوا معي كم ضربة وجهت إلى منطقة الذبح، هذه طعنة سنان ابن أنس، ضربه في الترقوة واستل الرمح أخرج الرمح، ثم ضربه بسهم في حلقه، يعني هنا ما تحت الذقن هو هذا الحلق، ثم رماه بسهم في نحره، يعني هنا
في هذه النقرة، ثم طعنه في بواني صدره، في بواني صدره يعني طعنه في أضلاعه وكسر أضلاعه كما كسرت أضلاع أمه. فطعنه في بواني صدره، البواني هي الأضلاع، أضلاع الصدر، فطعنه في بواني صدره فكسر أضلاعه. ثم هجموا عليه يضربونه من كل جهة، فنادى فيهم شمر بن ذو الجوشن: ويلكم، عجلوا عليه. وعمر بن سعد يقول: انزلوا إليه فأريحوه. كان بعضهم يتقدم فتصيبه الرعدة، إلى أن جاء دور شمر بن ذي الجوشن. ودور شمر بن ذي الجوشن معروف، ما الذي فعله مع سيد الشهداء؟ أنا قلت ما أريد أن أقرأ تعزية، هذا عرض في تقرير أقدمه لهذه المنظمة العالمية. ما الذي فعله شمر بن ذي الجوشن؟ أول ما وصل رفس الإمام، يريد أن يتأكد هل الإمام بإمكانه يقوم أو لا يقوم. رفس الإمام أول ما وصل، رفس الإمام برجله، ثم تفل على الإمام وسب الإمام، وبعد ذلك ضرب الإمام بسيفه 12 ضربة. والإمام كيف ذبح؟ الإمام ذبح من القفا، هذه 12 ضربة، لأن العمود الفقري يحتاج إلى ضربات قوية حتى يكسر. الإمام ما ذبح من المقدم، ذبح من القفا، هذه الضربات المتكررة لأجل كسر العمود الفقري. بهذه الطريقة ذبح سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كيف ننسى من حسين الله رأسا، حزه الشمر اللعين. كيف ننسى رأسه الوضاء، يهدى برماح للبغايا الأرذلين. كيف ننسى فزع الأطفال من ليل ومن نار ومن وغد هجين. كيف ننسى شهقة الزهراء، يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين. هذا هو مجلس الختام. وإذا كان الناس يقدمون في المناسبات أكاليل من الورد ويكتبون بطاقة على أكاليل ورودهم، أنا أقدم هذه المجالس، مجالس الأحزان هذه، أقدمها إكليل حزن وأكتب عليها بطاقة. بطاقة على إكليل الأحزان، 3 فصول. الفصل الأول: إليك يا من أحببته من كل قلبي، إليك يا من أحببته من كل قلبي وتعلق فؤادي به، لأن أهله أحبوه وتسجرت نار الحزن والألم في قلوبهم لأجله وما جرى عليه. إليك يا دمعة والهة فوارة حرة يلفها الصمت والوجوم، إليك يا علامة استفهام حمراء صارخة في وجه هذا العالم الذي
يغط في سبات عميق. إليك يا ملاك الطفوف الذبيح، ويا حمامة الفردوس المضمخة بالنجيع، إليك يا ينبوع الطهر الرقراق، ويا أعذب تسنيمه وأرق سلساله، إليك يا ضوء عيني أمه الرباب، تلك السابحة بل الغارقة في بحر ملكوت الحسين وطوفانه النوري الذي لا قرار له. إليك يا فرحة المهد الوثير، ويا لطف أنفاس الصباح، ويا نشعة بليل نسيم الفرات، ويا حلاوة أنس لقاء الأحبة بعد اشتياق. إليك يا بسمة الطفولة في أحلى أيامها، إليك يا رضيع الحسين، شيء هو لا شيء. إليك يا رضيع الحسين، شيء هو لا شيء. وإني وخدام أبيك لتلسع أكبادنا، وإني وخدام أبيك لتلسع أكبادنا جمرة سؤال، طالما حز في مهجنا حز فلول المدى. لماذا ذبحوك يا ابن مكسورة الضلع من الوريد إلى الوريد بين صدر أبيك ونحره الأقدسين؟ هذا سؤال يحز في مهجنا يا رضيع الحسين. وإني وخدام أبيك لتلسع أكبادنا جمرة سؤال، طالما حز في مهجنا حز فلول المدى. لماذا ذبحوك يا ابن مكسورة الضلع من الوريد إلى الوريد بين صدر أبيك ونحره الأقدسين؟ وأي عظيم سر أن يلاقي نحرك حين الذبح نحر أبيك؟ أهو الوفاء يا ابن علي وشبيهه لابن علي، أم عناق العشق بين المنحرين؟ وإنا وحق قماطك يا ابن الحسين. وإنا وحق قماطك يا ابن الحسين، لعلى يقين أن سيأتينا الجواب في قريب أو بعيد، مع رايات منصورة يقدمها ضرغامة آل الله من بطاح الحرمين. وما بعيد ما هو آت، وما بعيد ما هو آت. الفصل الثاني. أبا عبد الله، أبا عبد الله، يا ريحانة الملكوت التي حيرت العقول وألهبت القلوب والأفئدة، أرى المجد جاءك زاحفا بكل شراشره وطأطأ تاجه دون حافر ذات الجناح، خجلا من مجدك الباذخ المشمخر، وأراك فارسا ما ترجلت ولن تترجل، وأراك فارسا ما ترجلت ولن تترجل، أراك سيفا بارقا ما ضمه غمد، وأراك في كل شفق عند الشروق وعند الغروب، إذ راية
من دماك الحمراء تخفق بين المشرقين والمغربين، أراك بسمة تدغدغ وجنات الأطفال، وأراك موجة هادئة منسابة في سواقي الحياة الصافية النبع، وأراك لهفة عاشق يذوب طهرا ويشتعل عفة، أراك طوفان الحقيقة الذي لا يعترضه سد ولا حاجز يحجزه، وأرى شاهقات الرواسي تتصاغر بكل كبريائها لتكون أهون من ذرات تراب وطأتها ذات الجناح حين تلمح كبرياء حقك الذي لا حدود له. أيها الفارس المسافر، خذني معك بعيدا يا أيها البعيد القريب، أنت مسافر في حضرك وحاضر في سفرك، ولا عجب فأنت ابن من جمعت في صفاته الأضداد. أبا عبد الله، أيتها القامة العلوية الباسقة، يا بيرقا يلف في طياته عطر محمد، أبا عبد الله، أيتها القامة العلوية الباسقة، يا بيرقا يلف في طياته عطر محمد، ويا نبعا زخاخا بكل معاني الحياة، أراك طيفا بهيجا يكحل أسنان العيون، وأشمك شذا يفوح أريجا من تفاحة الفردوس والخلد، يا أعبق من كل طيب وعطر، ويا أطهر من كل طهر وطهر، يا حسين، يا أعبق من كل طيب وعطر، ويا أطهر من كل طهر وطهر، إيهن حبيب القلوب، إيهن يا ساكن الفؤاد، إيهن يا دمعة الشوق وحريق الفراق، إيهن يا أمل المتحيرين الصادق في ظلمات الدروب الحالك، إيهن يا أبا الأحرار، تقطعت نياط راحلتي وأتعبني المسير، نفد زادي ومائي وصبري وحيلتي، ولم تبق لي الأيام إلا كف ضراعة أمدها إليك، أغثني رعاك الله. الفصل الثالث. يا حسين، يا حسين، يا دمعتي والدموع غزار، يا حسين، يا حسين، يا دمعتي والدموع غزار، أرأيت دمعة تبكي على نفسها وتفيض دمعا سحيحا، إنها دموعي. يا حسين، يا حزن أحزاني، أرأيت حزنا ينوح على حزن طويل الآه والألم، إنه حزن الطويل. يا حسين، يا عطشي للحياة بعد موتي، يا حسين، يا عطشي للحياة بعد موتي، أرأيت حياة ترثي حياة خاطت لها من الأكفان بدلة عرس طويل، إنها حياتي التي أرثي لها بعدك يا حسين، إنني لا أرثيك
فأنت فوق الرثاء، إنما أرثي حياتي في حياتي. قالها الصوفي قبلا: اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتلي حياتي. يا حسين، الرمال والدماء والحديد والنار والعطش اللاهب، كلها تبكيك من دون رياء. يا حسين، الرمال والدماء والحديد والنار والعطش اللاهب، كلها تبكيك من دون رياء. بكاك الفرات وحتى العطش بكاك، بكتك الدروع والسهم المثلث والحجر الذي صك الجبين، بكتك الخيل حتى جرت دموعها على حوافرها، بكاك الرمح الذي رفعته أنت عاليا وما رفع رأسك لبديهة، إن رأسك لا يرتفع، فمتى نزل حتى يرتفع؟ إن خيولا نادى فيها ابن سعد: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين، عرجت إليك فأنت معراج الوجود. إن خيولا نادى فيها ابن سعد: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين، عرجت إليك فأنت معراج الوجود. أنت ملتقى قوسي النزول والصعود، لكنها أضلت الطريق، كانت تحسب أنها تعرج إلى العرش، فكسرت باب السماء حين كسرت تلك الضلوع، لكنها أضلت الطريق، كانت تحسب أنها تعرج إلى العرش، فكسرت باب السماء حين كسرت تلك الضلوع فوق أرض اسمها كربلاء. الراكبون هم أضلوها، مثلما ضلوا أضلوها. يا حسين، خنجر الغدر بكاك، حتى قصر الإمارة في الكوفة بكى، كل زاوية في الشام بكت إلا قلوب من حجر. يا حسين، خنجر الغدر بكاك، حتى قصر الإمارة في الكوفة بكى، كل زاوية في الشام بكت إلا قلوب من حجر. ليس هو الصوان، لا ليس المدر، إنها قلوب كائنات يقال لها بشر. يا حسين، أحجار بيت المقدس بكت دما، السماء بكت دما، الأرض بكت دما، الناحية المقدسة بكت دما، ولأبكين لك بدل الدموع دما، وأنت يا حسين لا زلت تبكي دما، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. يا حسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. التوقيع شيء يتمنى خدمة ثراك. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم إنا نقسم عليك بحسين وآل حسين ألا تحرمنا من خدمة الحسين حتى آخر أعمارنا، بحق الحسين وآل الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.